استخدم الفراعنة الهيروغليفية لتدوين تاريخهم وأخبارهم، وكثير من كلماتهم تلك ما تزال رائجة في مصر إلى يومنا هذا. هل كنت تعلم ذلك؟ هيا معنا إلى مصر. إدي تعني أعطي في الهيروغليفية، إديني الشيء أي أعطني الشيء، كانت تنطق دي وهي مشتقة من ديناي أي امنح أو أعطي. بح وبح تعني انتهى عند المصريين القدامى، وتنطق أيضا به، وتستخدم حاليا بالمعنى نفسه. يطلب الطفل حلوى فترد أمه بح. تاتا وتاتا يمشي على مهل خطوة خطوة، تستخدم عند تعليم الطفل المشي فيقال تاتا خط العتبة أي يمشي على مهلك. بطط وتعني سحقة، وتنطق بطبط، لها عدة دلالات. عند صنع المخبوزات يقولون بططته أي سوته، تمهيدا لوضعه في الفرن، ويقولون بططته أي ضربته ضربا مبرحا. ست والست قديما هي السيدة، وتستخدم اليوم بالمعنى نفسه، وبها لقبت المطربة أم كلثوم فكانوا ينادونها الست. يا حبيبي حبة حبة تعني تدريجيا أو على مهل، وتنطق هب هب، لم يتغير المعنى، فإذا شرب الطفل شيئا اليوم يقال له حبة حبة أي رويدا رويدا لا تتعجل. كركر وهي قديما الاستغراق في الضحك، يقابلها في العربية قهقها، ويقول المصريون كركر من الضحك أي غشي عليه من الضحك. كحكح أي بلغ مرحلة الشيب، وتنطق ححة، وفي مصر اليوم راجل مكحكح هو العجوز. نونة استخدمها الفراعنة بمعنى الطفل الصغير، وتنطق نونة، وورثها أحفادهم عنهم فيقولون عيل نونة أي الرضيع أو الصغير. إن كنت تعرف كلمات أخرى فشاركنا بها.